فهسه شوي شوي العالم قامت تتقبل هذا الشيء. مرحبا، أنا تبارك من مدينة الفلوجة، أنا متزوجة وعندي 3 أطفال. أنا تركت الدراسة بسبب الحرب اللي صار قبل كم سنة، وبديت من الصفر أشتغل على نفسي بسبب الظروف. بديت بصناعة الصابون، شوي شوي اشتغلت بالصابون، خربت أكثر من مرة، فشل عندي، ذبيت هواية وخسرت هواية. بعدين شوي شوي قمت يعني أطلع على اليوتيوب، هاي ما تعلمت وصار عندي الشكل المطلوب والكواليتي المطلوب واللي يعني اللي يرضي الزبون. واشتغلت بالريزن واشتغلت بالشمع، الشموع المعطرة، وان شاء الله انا يعني طموحي افتح معمل او ورشة افيد بها النساء اللي عندهم طموح مثلي. وانا يعني مشروعي يعني طموحي اكبر مشروعي واخلي منتجي يعني يتواجد بالاسواق. المواد اللي استخدمها بالصابون مواد طبيعية وصحية 100%، ما بها أي مواد كيميائية، ويعني منتجي معروف أنه طبيعي ما بها أي مضار للبشرة. أشتغل بالريزن والشموع المعطرة، الريزن اللي هي تجفيف الورد، اللي القوالب على الطلب، يعني أكو قالب يريدون تعليق السيارة أو مداليات، والشموع المعطرة أهمية كذلك على العطر المطلوب نشتغله. والله هسه يعني بالتدريج بدأوا، أول ما بلشت يعني ماكو مشروعي ما موجود بالفلوجة، فهسه شوي شوي العالم قامت تتقبل هذا الشيء.